اعتمد سعادة الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم عددا من القرارات التطويرية للمؤسسات التعليمية في القطاع الخاص والتي شملت التوسع في عدد من المدارس بإضافة حضانات ومراحل دراسية وذلك بعد استيفائها جميع المتطلبات والاشتراطات التعليمية القانونية والإدارية. وقد تضمنت هذه القرارات الترخيص لمدرسة القلب المقدس الخاصة فرع مدينة عيسى بإضافة المرحلة الثانوية إلى المدرسة. والترخيص لمدرسة الآفاق الحديثة الخاصة بإضافة المرحلة الإعدادية إلى المدرسة، والترخيص لمدرسة كويست الخاصة بإضافة المرحلة الإعدادية، والترخيص لمدرسة بيكن الخاصة بإضافة مرحلة الحضانة من الفئة العمرية 18 شهراً حتى ثلاث سنوات، والترخيص للمدرسة الأمريكية الخاصة بإضافة مرحلة الحضانة من الفئة العمرية سنتين.